فأبحث عن قالب من القوالب المجانية الموجودة، مثلا هذا القالب هنا. أبدأ الآن بتغيير ما يلزم، لا أحتاج مثلا صورة الفتاة هذه، فيمكن أن أحذفها من رمز سلة المهملات. أريد تغيير هذه الكلمة الموجودة هنا، فأحذف هذه مثلا، وهذه التي أريد تغييرها بالنقر عليها نقرا مزدوجا يمكن الكتابة. نلاحظ بمجرد أن نقرنا على النص ظهر بالأعلى شريط أدوات يمكننا تنسيق النص به. يمكن تغيير لون النص من هنا بهذا الشكل، يمكن أيضا تغيير نوع الخط، فهناك العديد من الخطوط الجميلة في البرنامج يمكن التعريض. هناك فرق بين هذا الرمز وهذا الرمز، فالرمز الموجود هنا يمكن التحكم بالمساحة المسموحة بالنص، أما الرمز الدائري هنا فيمكن التكبير والتصغير من خلاله. انتهيت الآن، أحتاج الآن أن أكتب أيضا هنا نقرة مزدوجة. لا أحتاج هذه الأرقام المكتوبة هنا باللغة الإنجليزية، فيمكن أن أحولها إلى العربية وأسحبها أو أحركها من هذا الرمز هنا. تحتاج الآن إلى نوع من الترتيب، عند أي خطأ يمكن التراجع عن الأخطاء التي أخطأنا فيها. بهذا الشكل شكلها أفضل. يمكننا وضع صورة وذلك بالذهاب إلى العناصر ثم كتابة الكلمة المراد البحث عنه. يمكن اختيار تصاميم جرافيك، مثلا أريد هذه الصورة مناسبة، مجرد النقر عليها نقرة واحدة فإنها ستدرج في التصميم مباشرة. من الرمز هذا هنا يمكننا إمالة الصورة قليلا. أيضا أحتاج صورة أخرى، يمكن توضيح ما أبحث عنه أكثر حتى أحصل على ما أريده بالتحديد. لتحسين الشكل أكثر يمكن أن نذهب الآن إلى العناصر مرة أخرى، ومن الخطوط والأشكال أدرج دائرة، أريد تغيير لونها إلى لون مناسب للتصميم، وأضع الصورة التي أدرجتها داخل الدائرة، فمجرد أن آتي بها إلى أمام العنصر ثم من الثلاث نقاط هنا في الأعلى الوضع إلى الخلف، أجد هنا أن الصورة قد ذهبت إلى أمام الدائرة والدائرة أصبحت خلف الصورة. أنقر الآن على نسخ ثم أحركها إلى الأسفل قليلا، وبنفس الطريقة الوضع إلى الخلف. أحتاج أن أدرج صورة هنا في تصميمي أيضا. الجميل في البرنامج أنه يدعم اللغة العربية في البحث. أبحث عن الصور المجانية، يمكن أن أكتب ما أبحث عنه هنا، مثلا أريد إدراج هذه الصورة، أصغرها قليلا ثم أسحبها إلى هنا. يمكن عمل انعكاس لها، انعكاس أفقي. بهذا الشكل أحصل على هذا التصميم، وإذا لم أرده متحركا يمكن البحث عن صورة ثابتة. قد أحتاج في بعض الأحيان إدراج صورة من جهازي، فأذهب إلى التحميلات، تحميل الملفات، وأدرج الصورة التي سبق لي تخزينها في جهازي. يتم تحميلها إلى البرنامج ثم أنقر عليها نقرة واحدة فتنزل إلى التصميم. ألاحظ هنا إضافة جميلة في البرنامج جدا في النسخة المدفوعة، وهي إزالة الخلفيات من الصور، أحتاجها كثيرا في التصاميم. تبقى لي الآن أن أحفظ التصميم. ألاحظ وجود هذه العلامة هنا، معناه أن التخزين هنا أو الحفظ يتم بطريقة تلقائية سحابية. ولزيادة التأكيد من قائمة ملف أجد حفظ، وقد تم فعلا حفظ جميع التعديلات. يمكن أن أرتب تصميمي هذا في مجلد بحفظه في مجلد
داخل المشروعات أسميه مثلا مدرسة، وبهذا أكون قد حفظته. أيضا تغيير حجم التصميم في النسخة المدفوعة، هنا اسم هذا التصميم حتى يمكن أن أعود إليه مرة أخرى وأعدل عليه. أما إذا أردت تنزيل هذا التصميم فيمكن من رمز المشاركة هنا أجد تنزيل يخيرني بين الصيغ المراد التنزيل بها، سواء كانت PDF أو JPG أو PNG وما إلى ذلك. وطبعا هناك SVG في النسخة المدفوعة، سأتركها كما هي أو أجعلها مثلا PNG. أيضا هناك خيارات جميلة ولكنها كلها في النسخة المدفوعة تنزيل. طبعا لابد من السماح لوضع تصميمي هذا في معرض الجهاز الذكي الذي أستخدمه. يخبرني أيضا التطبيق أنه يمكن الآن نسخ هذا الرابط وإعطائه لأي شخص حتى يمكنه استعراض تصميمي بدون تسجيل الدخول وبدون تحميل الصورة. إذا ذهبت للصفحة الرئيسية وأردت فتح تصميمي مجددا فيمكن أن أجده في التصاميم الأخيرة هنا، أو يمكن أن أذهب إلى مشاريع وأجد المجلد الرئيسي المسمى مشروعاتك، في داخله مجلد أسميته المدرسة وبداخله التصميم الذي صممته. أتمنى من الله تعالى أن أكون قد وفقت في هذا الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.